شاء الله عليك. انا مش عارفه في جزء عشان انا قصيدتي طويله جدا ما شاء الله بشكل مش طبيعي. عامه انت معاكي 5 ثواني ممكن تقولي اللي انت عايزاه فيه. الله يبارك فيك. 5 ثواني يعني بقى لهم 3. طيب دي اخر قصيده انا كاتباها بس بتوع اللغه العربيه ما يعرفوش يتخانقوا معايا عشان الكسره بقت بتاعه وده مش شعر وده حاجه كده بس انا يعني انا حاسه مش هقول بس ايوه والله لسه احنا هنفوت خالص احنا لازم فوتني ما بحبش اقعد مع حد بيقعد قولي والله طيب حاضر حاضر القصيده بعنوان احتاج رجلا رجلا يملك قراري بيده امري لا لغيري. لا انا قصيده بص انا هقعد اقول فلما تزهق تقولي اسكتي بقى فانا كده كده هبعتها لكم اللي مش عنده هبعتها لكم. تمام ماشي هبعتها لكل الناس انتوا على الجروب. طب انت قولي لنا 10 ابيات وابعتي بقى على الجروب احنا نتابعها. ماشي اوكي 10 ابيات انا اوريدي بعتها. صادفت نفسي بغير قدره لصد بعده او ايماه اتحاشى نظره لكي افض الاشتباك فعلمت اني قد بت اغرق في نداه يرهقني امري بكل عثر فاذوب همسا في خلاه احسست اني في احتياج ولو ثوان انهكني بعده في انشغال وسرحت فيه لابتغاء ورضيت حظي في هناه ازداد حسنا في كفاه ارتبك ميلا في شتاه وكأن عمري قد بدا ينمو في لقاه يراني طفلة بثوب انثى تملك شعاع فولدت معه في اختلاف ينظر إلي ثم يضحك في حنان فيروي عطشي من دفاه لا تسألوني عن السعادة أو الحياة قبل من قد عشت عمري قبل بدون نبض وحين التقيت سلمت أمري في اطمئنان فرميت سهمي وجريت نحو في حماه يجذبني السحر ونظر منه في اشتعال فأدنو قربه في سكات ينساب قلبي كشلال نهر من مناه لو كان عمري في الحياة دقيقة لاخترت أحيا بجوار حبي لثواني قلة في هيام يهزمني شوقي لنظر منه تشتبك عمر لخطف قلبي في حياة يأسرني قيدي للهرب منه ولكني أرجع في يداه قد أدرك أني أريد دون غيري وكأني أغرق في هواه يهتز وجدي ثواني البتاع ضيع هو في اكثر واحده بتصدقني بتضحك عليا هي حلوه جدا.